ولمتابعة تطورات المشهد في فلسطين في ظل استمرار الاحتلال في مجازره ضد المدنيين وتعثر مفاوضات الهدنة وتبادل المحتجزين، ينضم إلينا عبر سكايب من جنين رئيس مركز جنين للإعلام الأستاذ عدنان الصباح. حياكم الله أستاذ عدنان. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام، تحياتي. حياكم الله، وأرحب أيضا بضيفي عبر الهاتف من الكويت العاصمة الكاتب السياسي الفلسطيني علي بغدادي. حياكم الله أستاذ علي. ذكر مشاهد، حياكم الله. لعلي أبتدأ معك أستاذ عدنان، يعني رغم مرور 175 يوما على العدوان الصهيوني على قطاع غزة، يعني نرى أن هناك معارك مستمرة تسفر عن وقوع خسائر بقوات الاحتلال، سواء بدبابات المركبة التي تصنف الأعلى تجهيزا وكفاءة في العالم، أو حتى من ضمن جنود هذا الكيان. ما دلالة يعني استمرار المقاومة بعد 6 أشهر تقريبا من بدء هذا العدوان، استمرارها في الصمود والمقاومة وإيقاع الخسائر بهذا العدو؟ يعني إيقاع الهزائم، لأنه منذ 7 أكتوبر العظيم والهزيمة الأولى وأم الهزائم التي ألحقت بالعدو وبعصابة الرعاة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى اللحظة لا زال هذا الانتصار يتكرر ويثبت ويتصاعد، وحجم الهزائم التي تلحق بالعدو كبيرة. الهزيمة العسكرية ليست هي الهزيمة الوحيدة، الهزيمة السياسية، الهزيمة الاقتصادية، الهزيمة الاجتماعية، الهزيمة الأمنية، وهي تحققت ولا زالت تتكرر وتتعمق يوما في يوم طوال الشهور الستة هذه. والمقاومة تلحق بالعدو الخسائر في كل الميادين وكل المواقع. المقاومة الفلسطينية وهذا الصمود الأسطوري الذي تعيشه وتخوضه وتواصله حتى هذه اللحظة، وحجم الهزائم التي مني بها العدو وسادته أكبر بكثير مما كان يتوقع أيا كان على وجه الأرض. السؤال المهم أن هذه المقاومة العظيمة وهذا الصمود الأسطوري العظيم وهذه البطولة التي تقترفها يوميا وتجترحها يوميا كتائب القسام وسرايا القدس وإخوانهم من المقاومة على أرض قطاع غزة، وهذا الصمود العظيم لشعبنا أيضا والتفافه رغم كل الألم وكل الجراح وكل الصعوبات وكل المقتلة التي تجري هناك، إلا أن غزة وأهل غزة وشعب غزة وناس غزة لا زالوا يعني يلتفون حول المقاومة ويؤمنون بالمقاومة ويراهنون على مقاومتهم وعلى انتصارها. هذا الدلالات، إذا أردنا أن نتحدث عن الدلالات فالدلالات كبيرة وكثيرة، تبدأ بإيمان هؤلاء الأبطال بحقهم وقضيتهم وعدالتها وبحقيتهم في أن يقودوا هذا الشعب. استعدت مسبقا قبل بدء هذا العدوان، استعدت مسبقا لأجل هذه المعركة على ما يبدو. نعم، قلت لك أن أولا إيمانهم بحقهم، ثانيا قدراتهم وإمكانياتهم العظيمة وحجم الاستعداد الذي فاق كل التوقعات، والحشد والإعداد الذي جرى واضح أنه جرى بدقة متناهية وبحرص متناهي وبتكتم متناهي وبإدارة عسكرية وسياسية متقدمة عن أعدائهم إلى مسافات بعيدة وبعيدة جدا، والقدرات البطولية هذه وروح التضحية والشجاعة النادرة في هذا الزمن التي نراها على شاشات التلفاز ونقرأها ونسمع بها ونعيشها يوميا من خلال أبطال المقاومة، وحجم الخسائر التي يمنى بها العدو بالمباشر، وأقصد هنا بالمباشر يعني الخسارة العسكرية، عدد القتلى والجرحى الذين يعودون يوميا محمولين إلى داخل دولة الكيان لتقول لهم المقاومة
أن المواجهة ليست كما تعتقدون، وأن هذه المواجهة تطول وتطول، وأننا جاهزون لكل الاحتمالات وكل السيناريوهات وكل الوقائع على الأرض. الذي تحتاجه المقاومة، وهذا ظهير الغائب حتى الآن، الغائب حقيقة حتى الآن، الظهير العربي، الظهير الإسلامي، الظهير الدولي من دعاة الحق والعدل والحرية والديمقراطية وحقوق الشعوب، أولئك الذين يتحدثون عن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وشرعة حقوق الإنسان، وسم الأشياء كما تشاء، ولكنهم في واقع الحال يكتفون إما بالخطابة أو الرفض أو الاحتجاج أو المناشدة أو الإعلان عن الصدمة وما إلى ذلك. لا أحد حتى الآن رفع يدا حقيقية إلى ضد دولة الاحتلال من هذه الدول التي تدعي انتماءها للحرية والديمقراطية، أو تلك التي تدعي إيمانها بهذه المقاومة وبهذا الشعب، أو من تلك التي تدعي بأن الأقصى حق لكل المسلمين وكل العرب والمسلمين، وأن من واجبهم ومن واجبهم أن يدافعوا عنه، وهو ليس حكرا على حماس ولا حكرا على الشعب الفلسطيني. أستاذ علي، حياكم الله بداية، وكل عام أنتم بخير. يعني هذا الصمود، صمود المقاومة الفلسطينية، إلى أي حد شكل عاملا ضاغطا على حكومة نتنياهو لربما للتراجع عن الإقدام على عملية عسكرية في رفح؟ يعني ألا تعد هذه الضربات لربما تحذيرا إضافيا، إضافة إلى تحذيرات المجتمع الدولي؟ مناسبة طيب، حياكم الله أستاذ علي. يعني يبدو أن هناك خلل في الصوت، ريثما يتم إصلاح هذا الخلل سنعود للأستاذ عدنان. أستاذ عدنان، إذن أتوجه بالسؤال إليك، هذه المقاومة إلى أي، وهذا الصمود أيضا، إلى أي مدى شكل عاملا ضاغطا على حكومة نتنياهو لإحراجه لربما داخليا بأنه فشل بتحقيق أهدافه واستعادة الأسرى، وفشل في القضاء على الهدف الأساسي الذي كان يتبجح به، وهو القضاء على حماس؟ نحن انتقلنا من مرحلة أهدافه إلى مرحلة أهدافنا، يعني من مرحلة الأهداف التي أعلنتها دولة الاحتلال عبر نتنياهو، وهي القضاء على حماس عسكريا وسياسيا، وقص جذورها من قطاع غزة، ومنع تكرار ما جرى في 7 أكتوبر. هذا انتهينا منه ونحن في الشهر السادس الآن، وهو لم يستطع أن يحقق 1 في المليار، لم يحقق هذه الأهداف، ولم يحقق الهدف الأكبر الذي قال عنه، وهو الإفراج عن الأسرى. يعني يبدو ليس مقتنع، لا يبدو مقتنعا بأنه فشل بالفعل. هل هناك مكابرة من قبل حكومة نتنياهو أم ماذا؟ وأود أن أذكر حضرتك أنه في مرحلة من المراحل أضافوا هدفا لأهداف الحرب، وهي وحدة المجتمع الصهيوني، وحدة دولة الاحتلال، هذا أصبح واحدا من أهدافه. أين وصلنا نحن من هذه الأهداف الأربعة؟ الهدف الأول بشقيه، القضاء على حركة حماس وسلطويا وعسكريا. عسكريا القتال لا زال يدور، والمعارك لا زالت دائرة، والمواجهات لا زالت دائرة، والخسائر لا زالت تلحق بدولة الاحتلال بكل الأشكال، يوما فيوم، بالأرواح وبالمعدات وبكل الأماكن وبكل المواقع. ولم يستطيعوا، والهدف الذي قالوا عنه، أعود للموضوع السلطوي، كلما خرجوا من مكان استطاعت حركة حماس أن تدير المكان بأبهى صوره. وأذكر أن أرقى أحداث توزيع المساعدات التي أديرت من قبل الشرطة الفلسطينية أدت بالاحتلال إلى حالة من الجنون. اغتال قائد الشرطة، قائد العمليات الشرطة، اللواء الشهيد اللواء الممحوح، ورفاقه 3، حتى من حجم الهوس الذي أصابه، كيف تمكنوا رغم كل هذه الظروف القاسية والصعبة وكل هذا الحال الذي يجري من إدارة التوزيع بهذه الدقة المتناهية
بعد 6 أشهر من الحرب والإرهاق والقتل والدمار يستطيعون أن ينظموا أنفسهم بهذه الدقة العالية. هذا أصاب الاحتلال أيضا بحالة من الجنون جعله يفقد صوابه. 1. 2، لم يتمكن من أن ينظف، كان يريد أن يحتل يسيطر، لم يتمكن من أن ينظف ولا يسيطر أي مكان، كلما خرج من مكان اضطر للعودة إليه. وأعتقد أن الحال الجاري الآن منذ حوالي 12 يوما في محيط مستشفى الشفاء هو الإثبات القاطع على ذلك. دخل مستشفى الشفاء ودمر مستشفى الشفاء وأخرج مستشفى الشفاء عن الخدمة واعتقل إدارة مستشفى الشفاء وأطباء والمتواجدين به، ومع ذلك ها هو يعود مرة أخرى إلى الشفاء والنصر والجلاء والرمال وكل الأماكن. القتال في بيت حنون، القتال في بيت لاهية، القتال في نصارى، القتال في كل مكان يجري الآن دون أن يتمكن العدو من السيطرة على بقعة واحدة، ولذلك لا يوجد مكان صغير آمن للاحتلال على أرض قطاع غزة. هذا فشل. ما الذي حققه في موضوعة الأسرى؟ لا أسير واحد تم إطلاق سراحه بدون الهدنة، كل إما قتل وإما حكاية مهزلة ومسرحية الأسيرين اللذين تم استعادتهم يعرف العالم. طيب اسمح لي. وبالتالي وأخطر ما في الأمر أنه لم يتمكن من الحصول على وحدته الداخلية. على العكس تماما. نعم. طيب. حماس والمقاومة اخترقت كل البنية الداخلية لدولة الاحتلال، وإذا أردت أن نفسر فلدينا ما نفسره. يعني في هذا السياق أستاذ علي بغدادي الكاتب السياسي الفلسطيني، يعني كما تعلم هذا الكيان الآن أمام قرار بمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار، قرار أيضا أو محاكمة في محكمة أو دعوة في محكمة العدل الدولية، تصريحات أوروبية تدينه حقيقة. يعني يبدو أن السردية الإسرائيلية والمظلومية الإسرائيلية بأنهم شعب سلمي يعيش بين شعب متوحش كما تقول السردية الإسرائيلية قد تلاشت. هل يبدو الخروج من هذه المشكلة لدى الاحتلال الإسرائيلي بتنحي حكومة نتنياهو وب يعني ركنها جانبا، أم أن المشكلة باتت على الكيان برمته أكبر من مشكلة حكومة؟ أستاذ علي هل تسمعني؟ طيب يبدو أن الاتصال بالأستاذ علي متعثر. أنتقل بالسؤال هنا للأستاذ علي أو الأستاذ عدنان الصباح. هل سمعت سؤالي أستاذ عدنان؟ نعم صحيح. أولا أود أن أقول لك بصراحة أن علينا أن نضع الأشياء في مكانها الطبيعي. في موضوعة المجلس الأمن، مجلس الأمن لم يصدر قرار، مجلس الأمن أصدر طلب، وجه طلبا إلى الأطراف لوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الفوري عن الرهائن والإغاثة. هذا الطلب ليس ملزما، وهو ملزم أخلاقيا وملزم، ولكن ملزم أخلاقيا بالمعنى الخلقي، ودولة الاحتلال وراعيتها الولايات المتحدة لا يعرفون للأخلاق سبيلا. هذا أولا. ثانيا بجميع الأحوال يعني يبدو الاحتلال غير مكترث، إن كان قرار إن كان يعني لا طبعا هو غير مكترث بالتأكيد، ولكن يعني الولايات المتحدة دمرت القرار من أصله، وكان قرار الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن أعدت قرارا للتقدم به، وانبرت الولايات المتحدة للحوارات والنقاشات حتى لا تستخدم حق النقد الفيتو ضد هذا القرار. لجأ الإخوان في الدول العشر إلى التنازل حتى أصبح القرار بلا مضمون مقابل أن تمتنع الولايات المتحدة عن التصويت. حين أصبح القرار بلا مضمون أو أصبح غير قرارا، ليس قرارا ولا يلزم أحدا ولا يمنح أحدا فرصة أو حق تنفيذه، لأن القرار حين يبدأ بيقرر مجلس الأمن تصبح من حق أي دولة عضو في الأمم المتحدة أن تنفذ القرار بالقوة بأي وسيلة تراها مناسبة. فهذا مدام طلب
على الأطراف أن تستجيب. طيب ماذا عن أيضا عفوا الولايات المتحدة؟ هناك مواقف متقدمة سواء للدول الأوروبية، سواء بعض الدول الأوروبية طبعا، وأيضا محكمة العدل الدولية. يعني هناك الآن هناك محاصرة لربما معنوية لهذا الكيان، ليس بالراحة التي عهدها في زمانه. هل يكمن المخرج من كل هذا بتنحي أو بتنحية حكومة نتنياهو، أم أن الأمر بات الآن على هذا الكيان أكبر من حكومة نتنياهو أو غيرها؟ أولا، سبب هذا التغير الذي يجري يوميا، هناك تغيرات يومية تجري في العالم، من موقف من القضية الفلسطينية برمتها، الموقف مما يجري على أرض قطاع غزة، الموقف من المقاومة، الموقف من حماس، الموقف، هناك تغيرات كبيرة وكبيرة ومهمة ومؤثرة. ولكن علينا أن ندرك أن السبب الحقيقي لكل هذه المتغيرات هو الصمود الأسطوري للمقاومة والشعب، الذي يدفع بهذا العالم لأن يرفع رأسه احتراما أولا لهذه المقاومة ولهذا الشعب الذي يصمد لمدة 6 شهور دون أن ينكسر ودون أن تلحق به هزيمة واحدة. هذا ثانيا، على صعيد العدو، حين هذا الصمود صنع تفكيك في داخل المجتمع، دولة العدو، وأنت ترى هناك في موضوعة الأسرى المدنيين، وخرجت حديثا منذ يومين موضوعة الأسرى العسكريين الذين كانوا يحاولون يعني لملمتها و إخفاءها إلى حد ما وعدم وضعها في الصورة، خرجت إلى العلن وخرجت إلى الصورة وبدأ الحوار والحديث، واجتمع أهل الأسرى العسكريين أيضا ليطالبوا بأبنائهم، وظهرت إلى الصورة إلى العلن. وقد يقول قائل هذه قديمة، موضوع التجريد، نعم هذه قديمة قدم دولة الاحتلال، ولكنها لم تكن مثارة بهذا الشكل، لأن هذا الاحتلال لم يكن يوما مجبرا على أن يخوض حربا بهذه الطريقة، ولم يكن تلحق به الهزائم طوال 6 شهور، ولم يضطر للإعلان أنه بحاجة إلى 20,000 جندي من جديد، ولم يكن هناك تساؤل كبير عن أن من الذي يموت ومن الذي يأكل. هؤلاء الحريديم يأكلون ويشربون وينامون ولا يفعلون شيئا. بالانتقال إلى الأستاذ علي، عفوا لضيق الوقت، أستاذ علي هل تسمعني؟ نعم. تسمعني الآن؟ لا زال هناك مشكلة في الاتصال. بجميع الأحوال أشكرك ضيفي عبر الهاتف من الكويت العاصمة، الكاتب السياسي الفلسطيني علي بغدادي، شكرا جزيلا لك. وبالعودة إليك أستاذ عدنان، يعني كما ذكرت صمود المقاومة هو السبب الرئيسي لهذا التفكك الإسرائيلي من الداخل. الآن بعد أن يعني أصبح هناك نظرة لربما في بعض الدول الغربية لهذه المنظمة أو لهذه المقاومة، كان كما تعلم هناك نظرة على أنها منظمة إرهابية، ولكن الآن تبدلت المسألة، هناك يعني حشد لا بأس به ينظر إليها كحركة مقاومة شعبية شرعية. ما هي خيارات الاحتلال لدحض هذه النظرية بزعمه؟ لا، انتهت خيارات الاحتلال. الاحتلال الآن عليه أن يفتش عن طريقة لكي يعيد ترميم بيته، لكي لا يصل مرحلة الانهيار. نحن لا نتحدث جزافا حين نتحدث عن هذه الصراعات والانقسامات التي طالت كل شيء، ولا نتحدث عن الوضع الاقتصادي الذي أصبح الاحتلال يعني مهدد بكينونته بوجوده الآن. لا، نحن انتهينا من هذا الموضوع، هذا على الطريق. السابع من أكتوبر إذا لم يعني هذا الحديث تدرك، هذا الحديث ليس مبالغا فيه بأن الاحتلال يواجه مشكلة في الكينونة، مشكلة وجود. وهو قال على أي حال، الاحتلال نفسه سمى هذه المعركة بأنها معركة وجود أو معركة البناء الثانية أو حرب البناء الثانية أو حرب الوجود الثانية. هو يعرف أنها حرب وجود وهو يدرك ذلك، وحالة التفكك التي طالته لأنها وصلت إلى الوعي، الوعي في المجتمع الصهيوني، الوعي في المؤسسة الصهيونية تغير، الوعي ارتبك،
الوعي صار بحاجة إلى أن يجد أجوبة على أسئلته العميقة التاريخية. البعض الآن بات يعود إلى الأسئلة، هل من حقنا أن نكون هنا أم لا؟ حتى الحريدين هددوا بالهجرة من هذا الكيان فيما إذا تم غصبهم على التجنيد. ليس فقط هم، دعنا نعود إلى تصريحات أولمرت وتصريحات أهود باراك وهؤلاء رئيسي وزراء يعني كانوا حين قالوا وبالفهم الملآن أن الحل العسكري الآن غير ممكن، وأن هزيمة حماس غير ممكنة، وأن الحل السياسي وحقوق الشعب الفلسطيني يجب أن تكون هي المخرج. هذين تصريحين واضحين من رئيسي حكومتين سابقين، وكلاهما عسكريين، بل أن أهود باراك كان رئيسا لهيئة الأركان وكان وزيرا للوزراء وكان رئيسا للوزراء. طيب. وعلينا أن نعود إلى الأكاديميين الذين يرسلون الرسائل إلى بنيامين نتنياهو، إلى العسكريين السابقين، إلى الجنرالات الاحتياط، إلى الذين يوجهون الاحتجاجات ويطالبون بنيامين نتنياهو بالتنحي والتوقف عن خطف دولة الاحتلال. الآن هم يتهمونه هو وبن غفير وسموتريتش بأنهم يخطفون دولة الاحتلال، وأنهم يأخذون بها، يذهبون بها إلى الهاوية لمصالحهم الشخصية والفئوية. هذا الحال الذي تعيشه دولة الاحتلال هو الحال الرئيس بالنسبة للمقاومة، لأن الضغوط التي يمكن أن تأتي إليها من الخارج هي ضغوط دبلوماسية وسياسية سخيفة ولا معنى لها، وتحميها القاتل الأكبر سيد المقتلة الولايات المتحدة الأمريكية، وتوفر لها الغطاء الدائم في كل المحافل، والانتظار المحكمة العدل الدولية لعشر سنوات لكي تصدر قرارا أو تصدر حكما، وتذكر كيف فعلت فيما يخص أوكرانيا وروسيا. يعني بهذه السرعة كانت واضحة. نعم، إذن كنت ضيفا عبر سكايب من جنين، رئيس مركز جنين للإعلام الأستاذ عدنان الصباح، شكرا جزيلا لك.